ما فيش شريكك في السفر؟ حسام الدين عبد الله، مدير انتاج بشركة المخابز الحديثه ريتش ويك. الحقيقه دي اول مره اطلع مع شركه ممفيس، وكان في انطباع كده من رحله طلعتها في 2013 وشفت ناس معانا من جروب كانوا من شركه ممفيس ولقيتهم بيشكروا في الشركه، فعشان كده قلت ان انا عايز اطلع المره دي مع الشركه. الخدمات المقدمة كويسة جدا، شركة على مستوى عالي، الفريق متعاون جدا، الفندق كويس. نتمنى ان شاء الله رب العالمين ان احنا نكرر الزيارة تاني، بس مش هتبقى الغردقة بقى، هتبقى مرات اماكن مختلفة، واحنا على تواصل بقى من خلال الواتساب والصفحة بتاعة الشركة في الفيسبوك. ان شاء الله نعرف العروض اول باول، ونقدر نبقى عندنا خروجات تانية في الصيف بقى او في اجازة نص السنة ان شاء الله. شكرا ليكم كلكم. انا مدام عبير، شركة ممفيس جميلة جميلة جميلة، والفندق اكتر من رائع، الخدمة رائعة جدا جدا. استاذ محمد المشرف طلعنا احلى رحلات جميلة فعلا، اكتر مرة استمتعنا فيها في الغردقة، وان شاء الله كل مرة هنيجي على نفس الشركة. من غير مبالغه كده، شركه ممفيس ممفيس السياحه من افضل الشركات اللي عملنا معاها فعلا بجد، يعني مش مبالغه. خدمه روعه، فندق اكتر من رائع، الناس هنا اللي شغال في الشركه بتعامل معاها بطريقه يعني فيها نوع من انواع اقول ايه، اسره واحده، يعني اسره كويسه جدا. يعني استاذ محمد الوش بتاعنا ودنا اماكن في منتهى الروعه، رحنا سفاري والصحراء، ورحنا دولفين، ورحنا اماكن كتير جدا، ورحنا رحله بحريه. يعني انا متشكر جدا لشركه ممفيس، ودايما في تقدم الزهر ان شاء الله. صباح الخير. شركه ممفيس من الشركات المحترمه قوي في عروضها، وخصوصا مدام مريانا، انا بشكرها جدا على ذوقها وتعاونها، رحله كانت جميله. مستر محمد عبد السلام حد رائع، الفندق حلو قوي ومستوى فيه حلو، ومرسي جدا ليكم، وان شاء الله نكرر رحلات تانية واجازات تانية. انا طبعا بشكر شركة ممفيس للسياحة، كانت رحلة ممتعة وممتازة جدا، واستمتعنا بالفندق، وكانوا اجمل 4 ايام الواحد قضاهم يعني، وناس كلها ممتازة. طقم الإشراف بتاع الرحلة بصراحة كان ممتاز جدا، أي طلبات لينا بتتلبى فورا، وبإذن الله هتتكرر السفرية دي كتيرة مع ممفيس بإذن الله. الرحلة للغردقة مع شركة ممفيس رحلة ممتعة جدا للغاية، الإشراف ممتاز، وخاصة الأستاذ محمد عبد السلام والأستاذ وائل، الرحلة فيها كل حاجة الواحد يحتاجها وكل التسهيلات، والخدمة ممتازة جدا، فندق رائع، الخدمات اللي فيه رائعة، وربنا يوفقكم بكل خير. مهندس محمد مجدي الهرمي. أنا شهاب أشرف. الفندق جميل جدا، والأكل كويس، والخدمة كويسة، والرحلة كانت جميلة. معك هشام رجب، أنا عريس جديد بقضي الهانيمون معاكم هنا في الفندق في الغردقة. بالنسبة للفندق اي ام سي ريال كويس، من حيث النظافة والنظام على المستوى اللي كان مطلوب يعني. وبالنسبة للرحلات كانت كويسة وبرضه ممتازة، أنا قضيت رحلتين معاكم فكانوا بصراحة كويسين، كانت تجربة كويسة وإن شاء الله نجربها مرة ثانية. طبعا أنا معاكم أنور عبد ومحمد من الشركة العربية العالمية للبصريات تبع وزارة الدفاع، وكنت متحير كتير جدا وخايف من بجد يعني كنت خايف من التعامل مع اي شركه سياحه، لغايه لما اتصلت بشركه ممفيس فلقيتهم ناس جادين فعلا، وناس بيحرصوا جدا على العميل بتاعهم بالاتصال وبالرسائل. وطبعا برضو كنت تاني متخوف لما قلت هجرب اول مره فندق لسه ما اعرفوش، انا جربت فنادق كتير جدا هنا او بره، فالحمد لله لقيت الفندق جميل جدا، ومعامله حتى الاستاذ المشرف ممتازه جدا، الاستاذ محمد عبد السلام، وشفت الجو هنا جميل جدا، وحسيت حتى الناس اللي جايين بقى لهم فتره كبيره جدا بيجوا، يعني انا اعتبر اول مره باجي، لكن الناس تانية كلها كانت بتيجي مره واثنين وثلاثه،
واتمتعنا جدا في رحله الغواص. بس بتمنى تكون الفنادق قريبه شويه من وسط البلد عشان تبقى الحركه اكتر. شكرا. انا بحب شركه منفيس الساحل. انا مبسوط جدا مع شركه منفيس. الفندق كان كويس وقعدنا فيه كويس وكان جميل جدا والاوض حلوه. مبسوطه مع شركه منفيس ونفسي ارجع تاني ومبسوطه قوي. اشترك الان في قناتنا منفيس تي في.